لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. كنا نشكرك أنك وجهت هذه الرسالة للعناية بالوالدين أمواتا وأحياء، لأن الوالدين أعطاهم الله سبحانه وتعالى واحد المقام رفيع، حكم قضائي من السماء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا نهتم بهم قيد حياتهم، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا في حياتهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، هذا بعد موتهما. فالعناية بالوالدين كتكون في الحياة وبعد الممات. السؤال اللي ذكرتي سيدي محمد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. معناه أن الإنسان إذا مات لا ينقطع العمل كلية، ربنا سبحانه وتعالى يترك لنا ثلاث نوافذ في اتصال مع الدنيا. الإنسان لما يموت إذا كان في إدبار عن الدنيا وإقبال عن الآخرة، الله تعالى يغلق عنا كل الأبواب، ولكن يترك ثلاث نوافذ مفتوحة، كيبقى الإنسان الميت هو في الدار ديال البقاء، ومرة مرة يصله ما يقع في دار الفناء، منها الصدقة الجارية إلى خلى صدقة جارية، أو الولد الصالح الذي يدعو له، أو العلم الذي ينتفع به، وقد يكون ولد واحد في هذه الصفات كلها، يكون ولد صالح في الدعاء وفي الذكر، وهذا الولد يكون عالم من العلماء إما في الدين وإما في أي معنى من معاني العلوم، في الفيزياء في الكيمياء في الرياضيات، المهم علم ينتفع به الناس إما في الطب أو الهندسة أو أي شيء، ويكون كذلك كدي الخير صدقة جارية، أنه أكثر من البئر وأكثر من الشجرة، يقدر يكون هو اللي تسبب في ولادة هذا الولد وتربيته وتعليمه وتهذيبه، فكان هذا الولد على مستوى كبير من العلم ينفع الناس بعلمه بما تعلم، وكان على مستوى خلق أنه فيه التضامن والتكافل والأياد البيضاء، وأنه يدعو ربه بالرحمة والمغفرة، فاجتمعت فيه كل هذه الثلاث. السؤال اللي طرح سيد محمد هو: إذا كان الخير راه غادي يوصل الميت، ولكن إذا كان الشر، إذا كان هذا الولد الله يسترنا ويستركم كان عاقا لوالديه وبعد موتهما كان يجلب لهم الشتم والسب، هل تصلهم هذه الأشياء؟ الخير باتفاق يصل إلى الوالدين في قبورهما، لكن الشر الجمهور من العلماء يقول لا يصل. لماذا؟ لقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فعلى مستوى الخير هو يعم، لذا الخير يعم عليه ولا غيره، هذا قانون الله جل وعلا، الخير يعم على الجميع ويتجاوز النفس ويصل إلى الآخرين، لكن الشر يبقى محصور في صاحبه. وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة. فمثلا لا قدر الله مات واحد إنسان صالح وخلوا واحد الولد كان يأتي بالجرائم أو يسب يجلب له السب والشتم واللعن، فهو غير مسؤول عنه، هو رباه وقام بواجبه والأمر إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا كان ذاك الطفل باقي صغير راه مرفوع عنه القلم لا يحاسب، وإلا كان كبير هو يتحمل مسؤوليته، والأب والأم كيكون أبرياء، لأن القاعدة العامة أن كل واحد كيتحمل المسؤولية ديالو في الآثام والسيئات، كل نفس بما كسبت رهينة. وفي آية ثانية قال: وألا تزر وازرة وزر أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذي الحاج طيب كريبان، حياك الله بتحية الإسلام، سلام عليك والخويا
للأخ لاستقبال مكالمات الأخ سامي ولكل أسرة إذاعة ميد راديو، إذاعة القريبة دائما من كل مستمعين ومستمعات وطاقم برنامج كلام طيب دائما اسم على مسمى. ومشكور سيد الحاج على النصائح الجميلة اللي كتعطينا، وكذلك كنستفدوا منك. أنا بالنسبة لي راك مدرسة أستاذ، حفظك الله ورعاك. استغفر الله. ومعك محمد مراد ومنطقة بن حميد إقليم 16. حياك الله سيدي محمد، أهلا وسهلا بك مولاي. يا مرحبا سيد الحاج، أش خبارك؟ لبس عليك العائلة مزيان؟ نحمد الله تعالى ونشكره الحمد لله. سيد الحاج اللي خصك تعرف أننا ملي كنتبعوك وكنستمعوا للبرنامج كنحسب واحد الراحة كبيرة بزاف. بارك الله فيك. فيما بعد الفقرات اللي كتكون فيها بحال موقع الدعاء، يعني ملي كتختم برنامج بالدعاء ولا ملي كتكون واحد الرقية الشرعية يعني شاملة ما شاء الله اللي فيها تبارك الله فيها فوائد كثيرة كثيرة جدا، والأحسن النصائح اللي كتعطي للناس ما شاء الله. بارك الله يجعل ربي يحفظك إن شاء الله، والله يجعلها في ميزان الحسنات. بارك يعني ما شاء الله العمل الطيب شي حاجة كبيرة ما عندهاش حدود. جزاك الله خير. ما شاء الله كتجري غير في الخير، والله سبحانه وتعالى ما عمره يخيبك، فالله يجعل ربي يحفظك والله يرحم من قراك. بارك الله فيك. شكرا لك الكلمة اللي أنا سيدي الحاج أنا كنت بعك دائما وكنستفد من البرنامج حقيقة، ولي شرف كبير نكون مستمع لإذاعة ميد راديو، لأنه إذاعة واحد منتوج إعلامي نقي اللي كتعطينا دائما سواء من خلال برنامج كلام طيب أو من خلال كل البرامج اللي كتبث مباشرة عبر هذه المحطة، ففوائد كبيرة لا تعد ولا تحصى. جزاك على كل حال سيد الحاج أنا اليوم جيت نسولك. نعم. ومن طبيعة الحال جيت ناخذ معلومة. نعم. تنعرفوا الوالدين عندهم دور كبير في الحياة، الوالدين ديولنا وماشي حاجة كبيرة، ومن هذا المنبر اللي عنده والدين مازال بالحياة يتهلا فيهم، يعني الوالدين شي حاجة كبيرة بزاف. حنا واخا نديروا اللي درنا ما يمكنش نرجعوا الأم اللي ولدتنا ولو شوية من داك الشيء اللي سميتو. كنعرفوا الأم أنه كتضحي من أجل وليداتها، ربما كتحمل مسكينة 9 شهور ومن بعد يعني تبارك الله ما شاء الله باش توصل واحد الشاب، يعني كتوصلوا وكتبدل واحد مجهود كبير من أجله باش توصلوا. حتى الوالدين ديولنا كيبغونا حنا كشباب كيبغونا نكونوا أحسن منهم، هذه القضية معروفة. فأنا التمس من خلال البرنامج كل إنسان عنده والديه مازال بالحياة يتهلا فيهم، كنقول له راه كنز عطاك الله سبحانه وتعالى. كنشوف أنا واحد الظاهرة ما كتعجبنيش الحال ديال بعض الناس اللي كيحطوا والديهم في دار العجزة وما شابه ذلك. كاين عاوتاني بعض الناس اللي كيخلي والديهم كيتزوج كيجيب واحد المرأة كتقول لي ما بغيتش الأم ديالك. هذا الشيء كاين ولكن هي قلة قليلة، أنا ما كنعممش. كاينين بنات الناس وكاينين الشرفاء اللي كتقول له أنا ما عندي شيء مشكل في الأم ديالك وكذا، الأم ديالك راهي الأم ديالي وما إلا ذلك. ولكن كاين بعد النساء اللي كيقولوا لا احنا ما بغيناش الام ديالك ديال دار العجزه، ولكن اللي كيخلي الام ديالو مسكينه بوحدها وسميتو. المهم انا اللي بغيت نطلب منك هو تفسير ديال واحد الايه. نعم. هي ماشي ايه، لا ماشي ايه، هو حديث ديال الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3: صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. نعم. ف احنا والدينا محتاجيننا. أنا مات مثلا الأب ولا الأم كيخلي الوليدة ديالو كيدعيو له. نعم. اللي كيجيب لوالديه يعني تبارك الله الخير كيدير واحد المجهود كبير، ولا كيدير غير شي حاجة مع الناس، ولا واحد لوجيت زوين كيعجب هذوك الناس، ولا كيجري في الخير كيسمع كلمات الله يرحم الوالدين. نعم. ياك أستاذ. أي نعم. ولكن السيد الحاج كاين بعض الناس اللي كيديروا شي حوايج خايبين وكيجيبوا للأسف على الوالدين ديالهم. واش هذه القضية يعني أنا بغيت نسولك على هذه القضية بالضبط. نعم. واش إلا كنت أنا ماشي ما عندي حتى شي ذنب، مثلا قريت واحد الولد وصلته وهذاك الولد كان عاق يعني بالنسبه لي انا ما كيتعاملش زوين. نعم. ومشى دار مع الناس شي حاجه خايبه وهذوك الناس دعوا لي مثلا نعيروا ليه الوالدين ديالو ما الا ذلك. نعم. فيعني هنا بغيت نعرف انه واش كاين الذنب ديال دوك الوالدين اللي ولدوا هاد الولد هذا. وكثر الناس اللي كيكونوا عندهم والديهم ولكن كيرجعوا عليهم الهضره، كتلقى واحد الانسان كيبدل واحد كيدير شي حوايج خايبين مثلا والام ديالو مسكينه ولا باه تيمرضهم بهذيك التصرفات ديالو. كثر ملي كيكونوا الوالدين ديالو ديابيتي ولا كتكون الام ديالو مريضه مسكينه بالسكر ولا ما كيكون فيها حتى شي مرض ويقدر هو في التصرفات ديالو يركب لها هذه الامراض هذه. نعم. يعني كاين هذه الامور هذه كتكون الله يهدي ما خلق. المهم انا بغيت نسولك على هذه المساله هذه. نعم. بغيت نعرف منك جواب. والسؤال الثاني كيتعلق كذلك بالاشخاص اللي كيسيئوا الخبر بين الناس، يعني كيسيئوا الفتن ماشي الاخبار. نعم. كاين مثلا اللي كيكون عنده مشكل مع شي واحد من اجل باش يصفي مع الحسابات، واخا يكون هذاك الانسان مزيان مثلا انا مراد، كاين الناس اللي كيهضروا يقول لهم مراد راه ما مزيانش فقط لا شيء، فقط لانني عندي مشكل مع ذاك السيد. يعني بغيت نعرف هنا هاد الناس هادو اللي كيمشي وكيقولوا راه فلان ما مزيانش وكي يعني كيزرعوا هاد الفتن، واخا حنا كنعرفوا في القران كيقول لك يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم. ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ف
فملي يجيني واحد مثلا يقول لي فلان ما مزيانش قاطعو، واش خاصني نقاطعو انطلاقا من ديك الهضره اللي قال لي داك السيد عليه، ولا خاصني ناخذ تجربه يعني نجرب نتواصل مع هذا الانسان ونجرب هذا الانسان كيفاش داير ونتقرب منه بدل ما نسمع هضره من عند ناس اخرين. انا هادشي اللي بغيت نعرف السيد الحاج. نعم. وكنتمنى رسالتي لكاع الناس رجاء ان يتهلاو في والديهم لانه الجنه تحت اقدام الامهات، وبالوالدين احسنا ولا تقل لهم اوفا ولا تنهرهما. راه كيبقى فيا الحال السيد الحاج ملي كنلقى بعض الوليدات ما كيتعاملوش مع والديهم مزيان، يعني هادشي كيضرني في خاطري، وحتى ملي كيكونوا والديهم في متوفين ما كيخليهمش مساكين، ما كيخليوش ديك الرحمه تنزل عليهم، كيبقاو يديروا شي حوايج شي حوايج خايبين بزاف، وهادشي ماشي بصالح هاد الناس مساكن. الله يجعل ربي يصوب. هادشي اللي بغيت نعرف اسيدي الحاج من خلالك ومن خلال البرنامج، وحافظك الله ورعاك، وتحيه لخويا سامي وجميع الاسره الاذاعيه ديال اذاعه ميد راديو، والى لقاء اخر ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك سيدي احمد، شكرا لك مولاي. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.